للحديث وللتفصيل أكثر حول هذا النزال وحول الحالة النفسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، يلتحق بنا من العاصمة الفرنسية باريس الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس الوفد الجزائري المشارك بالألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس. خير الدين برباري، خير الدين، مساء الخير. مساء الخير أخي، وتحية من خلالك لكل الشعب الجزائري. تحية لك خير الدين. بداية خير الدين، اليوم الموعد مع النزال النصف النهائي للملاكمة الجزائرية إيمان خليف. كسؤال أول، معنويات اللاعب، أنت متواجد هناك بالقرية الأولمبية، سمعنا أنه في بعض الأصداء أنه حتى الطاقم الفني منعها من استعمال كثيرا هاتفها النقال لتفادي على الأقل تصفح ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة منذ أقل من 10 دقائق كنت متواجد مع البطل أيمن خليف لرأي في قاعة الاسترجاع من أجل المسات الأخيرة قبل دخول نصف نهائي مصيري، بما أنه البطلة تاعنا في مواجهة مع البطلة التايلاندية التي صاحبة ميدالية في آخر بطولة عالم. نتمنى إن شاء الله التوفيق للبطلة تاعنا اللي راهي مركزة وراهي عازمة على تقديم أحسن ما لديها من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة الحلم الأولمبي إن شاء الله. فنيا سي خير الدين برباري، إيمان خليف في طريق مفتوح للمرور إلى النهائي بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها الملاكمة الجزائرية، صحيح؟ صحيح. إيمان خليف تكلمنا أنه محضرة تحضير ممتاز جدا. هذه البطلة استفادت من برنامج مشروع أولمبي عن طريق اللجنة الأولمبية واللي رصدته الدولة الجزائرية. نتمنى إن شاء الله أنه البطلة تكون مركزة وتكون في يومها اليوم، بما أنه تعرف المستوى العالي كلش مبني على جزئيات صغيرة، إنما لو نتكلموا نظريا بطلتنا راهي جاهزة باش تفوز بالمنازلة إن شاء الله. غير متأثرة، قلت لي أنت قبل 10 دقائق كانت معك إيمان وتؤكد أنها غير متأثرة بما يدور أو بما يمارس من خلال الاتحاد الدولي للملاكمة، هذه الهيئة التي أصبحت غير شرعية والتي أهدافها أصبحت واضحة للعيان. والله البطلة أيمن مركزة وأنا دائما عندي كلام معها يومي صباح مساء، حتى أنه وضعناها في برنامج تحضيري وكذلك تدريبي القاعة غير المخصصة لكل الرياضيين باش تكون في قمة التركيز تاعها. لديها مدربين أكفاء، نتكلموا على دياز بيدرو اللي راه مدرب عنده أكثر من 18 ميدالية أولمبية، صحيح. هي راهي في كل ظروف المستوى العالي، نتكلموا أنه كل ما قيل يمين ويسار حتى الندوة الصحفية اللي قام بها الكيان الغير شرعي، بالنسبة لنا هذه جوبعة في فنجان. نحن في مستوى آخر من التركيز، نحن في مهمة وطنية، التزامنا التزام اللي التزمنا به سواء أمام الشعب الجزائري وكذلك مع المسؤولين، أنه أبطالنا الثلاثة اللي كنا عليهم سواء كيليا نمورة وخليف أو كذلك أبطال 800 متر كلهم جاهزين ومحضرين من أجل تشريف الرأي الوطني إن شاء الله. سي خير الدين برباري، أصبح الأمر واضحا لما يسمى بالاتحاد الدولي للملاكمة يستهدف الجزائر أكثر، هناك لوبي يتحكم في دواليب هات الهيئة التي أصبحت كما قلنا سابقا غير شرعية على اعتبار أنها سحب منها الاعتماد من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، هناك أطراف تسعى لضرب الجزائر قبل إيمان خليف. طبيعي جدا أنه المشهد الرياضي أصبح امتداد للمشهد السياسي. تكلموا السياسيين على رأس رئيس الجمهورية أنه هناك أعداء لهذا الوطن، هناك أعداء للجزائر الجديدة أصبحت تزعج كثير منهم. نظن أنه لاحظنا هذا الشيء نحن هنا في الألعاب الأولمبية، أنه فيه حملات، فيه لوبيات اللي تعمل ضد الجزائر، لكن نحن بالمرصاد ونحن نتبع كل صغيرة وكبيرة، حتى أنه تكهناتنا كانت قبل الذهاب إلى الأولمبية لذلك جهزنا كل أمور، جهزنا حتى الترسانة القانونية من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا، والحمد لله نقول لك أنه نحن مجندين وبطلتنا راهي في أمان وإن شاء الله كلنا وراءها من أجل تحقيق المجد الأولمبي إن شاء الله. سي خير الدين برباري، حتى في القرية الأولمبية هناك ممارسة سياسية حولت البعض أنه تعتمد على شعارات سياسية على الأقل لتشويش على الرياضيين الجزائريين، لكن كما بلغنا من هناك أنه اللجنة الأولمبية والمنظمون اللجنة الأولمبية الجزائرية وحتى المنظمون هناك قاموا بالخطوات من أجل إيقاف ما حدث في خلال الحفل وتوقيف هذا الحفل اللي أرادت منه بعض الأطراف أنها تمر إلى شعارات سياسية.
أكيد تعرف أنه آخر بيان للجنة الأولمبية الدولية هو انتصار للبطل أيمن خليف وانتصار للجزائر كذلك، حيث عملنا هنا من خلال طاقمنا الإداري وكل المفيدين هنا أنه أي ملاحظة لاحظوها يتم التواصل مباشرة مع اللجنة الأولمبية الدولية اللي هو مالك الألعاب، اللي لاحظنا أنه يرد بسرعة وتسوى الأمور، وإن طلب الأمر تكون عقوبات وإن طلب الأمر يمد إنذار. احنا اهم شيء انه نبقى مركزين على الجانب الرياضي اللي هو الهدف الاسمى، اما تشويش يمين ويسار بالنسبه لنا يزيدنا الا عزيمه سواء كمسؤولين او حتى الرياضيين. سي برباري، عكس الجزائر تواجد مغربي كبير في اللجنه في الاتحاد الدولي هذا الملاكمة الغير معترف به، الجزائر لا تعترف بهذا الاتحاد على اعتبار انه ولا عضو جزائري متواجد به، صحيح؟ أكيد كيان كما هذا اللجنة الأولمبية الدولية سحبته الاعتماد لعدة أسباب، منها عدم الشفافية في التسيير المالي وكذلك الإداري، لاحظوا عدم نزاهة في كثير من نتائج المنازلات من خلال العبث في التحكيم، وأنتم لاحظتوا أنه حتى التواجد الدول اللي متواجدة فيها كل دول اللي مشهود لها بهذا مثل هذا النوع من التصرفات اللي ما تشرفش الشعب الجزائري والدولة الجزائرية أنها تكون منضمة فيها. لذلك نحن في اللمسة الأخيرة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الانضمام لكيان جديد يحفظ مصالح الدولة الجزائرية ويخلينا أنه نكون في عالم نظيف، عالم يحترم الميثاق الأولمبي ويحترم أخلاقية الرياضة. سي خالد البرباري، ما هي الخطوة القادمة للجنة الأولمبية الجزائرية على اعتبار أنه الأمر تعدى الخطوط الحمراء بالنسبة للملاكمة الجزائرية وما سبق ذلك مع اتحاد العاصمة؟ شفنا أن الأمور بدأت الآن تبعد عن إطارها الرياضي وتروح للجانب السياسي كخطوة من استباقية من اللجنة الأولمبية. ما هي الأمور التي ستقوم بها اللجنة الأولمبية لتفادي تكرار نفس ما حدث مع البطل أيمن خليف؟ اللجنة الأولمبية منذ اليوم الأول اللي بدأت فيه هذه الحملة اتخذنا الإجراءات القانونية اللازمة، حتى الإجراءات كانت بعيدة كل بعد على الرياضيين تاعنا لأنها تخص جانب إداري وجانب مؤسساتي. تم مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك الكيان الغير معترف به ليبا عن طريق محامي مختص في القانون الدولي من أجل تحذيرهم أنه الجزائر سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية اللازمة أمام كل المحاكم في كل دول العالم من أجل الحفاظ على مصالحنا. هذا الشيء اللي خلى البارحة أنه تكون ندوة صحفية جوفة ما فيها حتى معلومة إضافية، وإن أصبحت مسرح للتفاهة اللي حتى اللجنة الأولمبية الدولية كانوا يعني يتابعون، بما أنه نحن كذلك أسرتنا الإعلامية كانت حاضرة من أجل الوقوف وكذلك رد الفعل على كل اتهامات الباطلة. لذلك نحن تابعنا هذه الفيديو الصحفية اللي كان فيها ولا معلومة جديدة، كله كلام أجوف، كله كلام فارغ لا يموت بالصحة. ولذلك نحن الآن في مرحلة متابعة القضايا الدعاوى القضائية اللي رفعناها ضد هذا الكيان. رفعت دعوة قضائية رسمية ضد هذه الهيئة سي خدمة متأكد؟ أكيد رفعنا دعوة قضائية ولن ندخر أي جهد في رفع قضايا ضد أي شخص تسوي له نفس المساس بالجزائر وبرياضيين خاصة. خير، أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى الموعد الرياضي. كنا نتحدث عن قضية الساعة وهي قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليفة التي ستكون عشية اليوم وسهرة اليوم مع موعد لكتابتها التاريخي مجددا حين تنزل الملاكمة التايلاندية في النزال النصف النهائي للأولمبياد المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس. خير الدين البرباري، كنا توقفنا عند أن اللجنة الأولمبية رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي للملاكمة أو ما يسمى بالاتحاد الدولي للملاكمة لأنها هيئة غير معترف بها. الآن اللجنة الأولمبية مع مرورها إلى السرعة القصوى حتى تتخذ كل الإجراءات، ما تشوفش أنه ما حدث يعكس أنه المستهدف أكثر هو الجزائر على اعتبار التوقيت؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ الملاكمة الجزائرية إيمان خليف سبق لها وأن لاكمت سواء في أولمبياد سواء في بطولة عالمية قارية، لما بلغت هذا التوقيت بالذات أصبح وكأنه الأمر جديد عليها.
نعم، لازم الشعب الجزائري يعرف أنه أعداء الجزائر يزعجهم سماع قسما هنا في باريس، لذلك يتخذون كل الطرق والأساليب المشبوهة من أجل المساس بمصالح الجزائر. كما تكلمت لك كنا ننتظر هذه السيناريوهات حتى قبل الأولمبياد، لذلك أنا صراحة مرتاح جدا بما أنه الشعب الجزائري توحد وأصبح لحمة واحدة وراء هذه البطلة. لاحظنا كذلك شخصيات مشهورة من كل دول العالم تحاول تتصل بنا من أجل الدعم المعنوي، من أجل تمرير رسالة إيجابية لإيمان خليف. احنا لذلك خلينا الرياضية بعيدة كل البعد على هذا العالم الخارجي اللي قلت له هذا عالم افتراضي. العالم الحقيقي هم أبناء بلدك، لما تلحقي الجميع يحتضنك والجميع اللي يفرح كيشوف. لذلك أهم شيء لازم نريحوا في هذا النسق الإيجابي وفي هذه الديناميكية، بما أنه ما بقناش بزاف قد بضعة أيام. الهدف تاعنا اللي رحنا به في الجزائر هو الذهاب نحو الحلم الأولمبي، والتزامنا سواء مع الشعب وكذلك مع الدولة الجزائرية أنه نحن هنا في مهمة وطنية من أجل إسماع قسما في باريس. الهدف الأول تحقق، والأهداف فيها هدفين اثنين في الطريق إن شاء الله من أجل إكمام المهمة بنجاح. قبل أن نختم فقط سيدي خير الدين بلباري، تؤكد أنه الآن إيمان خليف محمية من كل الضغوطات التي تمارس عليها، لا خوف على إيمان خليف على اعتبار أنه اللجنة الدولية الأولمبية أكدت على لسان رئيسها أنه لا توجد قضية اسمها إيمان خليف على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية. أكيد لازم بسط الصورة للجمهور الرياضي أنه اللجنة الأولمبية الدولية هو مالك الألعاب، هو الذي له القرار الأول والأخير في مشاركة أي رياضي في الألعاب الأولمبية. لأول مرة ولاحظوا نادرا من اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيان خاص للبطلة إيمان خليف، وكذلك تتلقى هدية شخصية من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ومعها رسالة تحفيزية. وهذه الرسالة في آخر فقرة يؤكد لها أنه هو مشجعها ويطمح أنه يشوفها بطلة أولمبية. لذلك لا خوف على المسار الرياضي للبطلة إيمان خليف. حاليا نحن نعمل على تسيير المرحلة من أجل الحفاظ على الاستعداد الذهني والبسيكولوجي. نحن جاهزين، اللجنة الأولمبية الجزائرية تأخذ كل الإجراءات، لدينا عيادة متنقلة فيها رعاية نفسية رعاية طبية وكذلك استرجاع من أعلى مستوى. لذلك نأكد لك أن أبطالنا جاهزين في التحضيرات وكذلك في اليوم الموعود إن شاء الله. خير الدين، البعض يتخوف من التحكيم، ماذا تقول في هذا الخصوص؟ التحكيم لازم الجمهور الرياضي يعرف أنه الملاكمة لا تسيره اتحادية دولية، يسيره جميل وحدة خاصة على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية، وين الحكام هذو كذلك هناك خبراء يقيموا التحكيم. ما فيش حكم يخاطر مع أقوى هيئة رياضية في العالم اللي هي السيو، حيث كانت تحذيرات أنه أي حكم يثبت أنه ما يكونش نزيه سيتم معاقبته من كل الهيئات الرياضية. لذلك الميدان والحلبة هي الفيصل. ما حدث مع إيمان خليف؟ فوز للجزائر قبل الفوز في النصف النهائي والميدالية الذهبية بداية؟ طبيعي جدا، لازم تسير منازلة بمنازلة. تكلمنا أنه في المستوى العالي نصف النهائي ليس كل شيء بسهل، لذلك نحن نؤمن حتى آخر دقيقة، حتى كلامنا إيجابي، نتكلم نفس اللغة أنه نحن هنا من أجل الميدالية الذهبية، هذا هو الهدف. لذلك ما عندناش روح لنظامية، نحن أبناء الجزائر جينا هنا من أجل سماع قسما وخلص. شي خير الدين برباري، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، أشكرك على كل ما قدمته من معلومات وإيضاحات حتى يتسنى للمشاهد الجزائري أن يعرف الحالة النفسية للملاكمة الجزائرية إيمان خليف.